والآن ما أخبار الطقس مرة ثالثة وأخيرة. سارة نجيب تفضلي. شكرا لكما مشاهدينا، هذه أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 31-19، الإسكندرية 25-17، مطروح 24-15، بورسعيد 23-19، الإسماعيلية 31-18، السويس 30-19، العريش 25-17، طابة 30-18، شرم الشيخ 33-22، والغردقة 32-21، الأقصر 34-20، أسوان 36-21، الوادي الجديد 35-20، شلاتين 32-22، وأخيرا حلايب 28-20. والآن نستعرض معكم مشاهدين درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.